تقول امرأة قبل سنة وأثناء تأديتها للامتحان في نهار رمضان شربت الماء، تقول ماذا عليها؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالواجب على المؤمن أن يحفظ حدود الله عز وجل، ومن ذلك فعله ما أمره الله تعالى به من صيام رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم ذكر الله تعالى العذر المبيح لترك الصوم، فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي الثانية قال: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأذن الله تعالى بالفطر لأصحاب الأعذار. فهذه التي تقول إنها شربت الماء في نهار رمضان، إن كانت معذورة بهذا الشرب بهذا الفطر لمرض أو لمشقة خارجة عن المألوف والمعتاد يلحقها بها عناء وضرر، فتقضي يوما مكانه. وإن كان لأجل فقط تأدية الاختبار وليس ثمة مشقة خارجة عن المعتاد أو مرض، فإنه لا يجوز لها الفطر، بل يجب عليها إتمام الصوم. وإن أفطرت فعليها التوبة إلى الله تعالى والإكثار من صلاة النفل، من صيام النفل، الإكثار من صيام النفل، لعل الله أن يكفر عنها. وأسأل الله لي ولها العفو والعافية، وأوصي إخواني وأخواتي فيما يتعلق بالجهات التعليمية أن يراعوا هذه الفريضة التي لا تأتي على أهل الإسلام إلا في العام مرة، فيجعلوا أي زمن الاختبار إما في ليل رمضان أو في وقت غير رمضان، لأجل أن يكون ذلك عونا على الطلاب، لا سيما الاختبارات الرئيسة التي تعتبر النهائية التي يبنى عليها مستقبل الطلاب ويبنى عليها انتقالهم من مرحلة إلى مرحلة. أحسن الله إليكم، الله التوفيق، اللهم آمين، جزيتم خيرا.